بل خذ هذا الحديث عند أحمد وغيره في السلسلة الصحيحة: من شفع في شفاعة ثم أهدي إليه فإنما هو سحت يأكله. انتبه، انت راح تشفع لوجه الله عز وجل في شفاعة، صحيح تشفع الإنسان في وظيفة وهو مستحقها، في فرق بين الشفاعة وبين ايش؟ الفيتامين واو او فيروس او، هذا نسميه فيروس واو، انا لا الواسطة، لا في شفاعة تروح تقول لهم والله عندكم مكان، هذه أوراق وكذا وإن شاء الله نمو، هل إذا لقيت له مكان حطوه فيه. هذه اسمها إيش؟ من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. بعد ما أخونا في الله ربنا عز وجل يسر له الوظيفة، يسر له كذا، جي وقال لك يا أخي والله جزاك الله خير وجاب لك هدية سحت وحرام، بل تردها عليه تقول أنا شفعت لك لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكرا.